وبعدين لو جينا في الاخر الفيلم هو محدش بيسالنا تاكلوا ايه، خلاص هو بيروح التوته وبيقول لهم الناس دي هتاكل ايه، هو اللي بياكلنا خلاص، هو البريك عند والله والله كريم وطيب، بس حافظ على صحتك. حاضر والله حافظ على صحتك. ما انا هو والله بخس شويه، مفيش صحه والله العظيم. مره جابوا لنا اكل، ترابيزه كبيره جدا مليانه اكل، بعدين ده مصر يفضحك. راح نادي صلاح، قال له صلاح في حاجات ناقصه. قلت له ناقص ايه يا ابني، ما كل حاجه موجود. قال لك لا، في السجق اللي هو كان عليه جبنه مش عارف. مركز سجق ايه يا مركز؟ قلت له لازم تخلي بالك من صحتك شويه، ده ما فيش ده ما عندوش بقى ده طبعا ده كله في الفيلم عشان مراتي بس ما تفتكرش. خدي بالك هو غالبا مفهمك انه بياكل هيلثي، بس هو الدنيا بايظه. ده هو معلم الدول باكلات. يعني عنده المحافظ، يعني مثلا تقول له انا رحت اسوان مثلا، ده في بتاع كبده جنب القصر والله العظيم. تقول له مثلا المهندسين يقول فين بقى من بعد الحواوشي. يمين.